منتابع من الاخر وهلا وصولا لعايشين على كيفهم. شفنا الشباب اللي عايشين على كيفهم، بدنا نشوف النساء اللي عايشه على كيفها يلا قطعوا بالبرنامج. فنانات ممثلات كانوا عايشين على كيفهم، منتابع سوا مين اكثر شخص او اكثر شخصيه لفتت كل رح ننسى انه في كاميرا هلا، رح ننسى نحن قاعدين هلا هون. انت بتعرفي انه مع الاسف الشعب اللبناني عنده غيره يعني مش طبيعيه تجاه بعضه، دائما بحمله الشخص الكبير الشاطر. المهمه الصعبه هيك بدي اقول لك. ممكن ايه بامن فيه، ليش لماذا امن فيه؟ ايه ليه ما بدي امن فيه؟ جاي اسال سؤال، انا بتضايق من الفنانين بيقولوا لا انه انا بالفن ما بدي ولادي، ليش؟ ما هيدا الدومين كتير حلو اذا انت حصنت ولادك. في عندهم صور يمكن اذا انا اخذتها وقدمتها لاي معرض بالعالم بربح عليه جوائز. I knew that Lebanese people kind of look like me because wherever I've been in the world people have said you look Lebanese. بعمل ألبوم للصغار تبين حنوني ويصيروا يحبوني ساعات. تعطي للاخر يعني تتظلى جوال؟ لا موديل يمكن كأرت دايركشن يعني انه موديل حيال سيندي كروفورد كلوديا شيفر whatever no. يعني كل هولي وانت ما شفتون مزلاتين شو يعني that doesn't make of them bitches يعني. ما حدا يتمسليك مين عم يحكي؟ لولو ليش امتين طلع صوته؟ انت سمعت حدا سمعت شي مرة؟ انا مرة بس ما كذب عليك عن جد هي شفت الصورة كمان إذا انتشرت وقعت بالبرلمان لا مش مزح وقعت التكتل باجتماع التكتل أيوة وقالت آه أكيد مرشحة هلأ دجا يعني عن أي معاد؟ الأرثوذكس بالمتن ليه بالمتن؟ أنا المتن لأنه أنا من المتن بس أنا بعتبر يا ريت في يكون لبنان ترشح دايرة واحدة كل لبنانيين ينتخبوا كل لبنان مش ضرورة تكون مناطقية. أنا شو عملت إن كان حبيت وبكيت الليالي
احلى شيء انا بتخيل انا وقتها بيقولوا لي وقتها تجوزت وصار عندي كل اولاد وبعدك صغيره وهيك بقول لهم دائما بحلم بليله الميلاد لما بدهم يجوا لعندي اولادي شباب معهم نسوانهم واولادهم بيعجقوها يعني هيدي ليله بتخيل ما بتتمن بقى هيدا حلم انا بقول يا رب اعطينا عمر بس شوف هيدا المنظر اللي ببعثوا لك بالانبوكس على الفيسبوك يعني بيكونوا من الفانز تبعك وبمرحله بدهم يتقربوا منك انه هم معجبين حبيب عملها قبل ما لا بتخيل انت يمكن ما زبطت معك يا برافو دائما انا مغرومه حبيبي بمين هلا فيك هلا هون فيك أكيد تحية كتير كبيرة لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معنا مثل ما لفتت الأنظار الكل وجذبت عدد كتير كبير من المشاهدين والنقاد اللي كتبوا كتير عن الحلقة وكتبوا كتير عن إطلالتها وحصلت على أكبر نسبة مشاهدة إن كان بقلب الحلقة وقت بس الحلقة أو حتى بإعادتها على يوتيوب وويب سايت الام تي في هي صديقتنا بنحبها كتير داليدا خليل نستقبلها سوا أهلا وسهلا تفضلي داليدا خليل بكل انترفيو بتطلع فيها بتحقق اعلى نسبة مشاهدة ان شاء الله ما بعرف يعني بهيدي الانترفيو بالذات انا كثير مبسوطة لانه بعرف انه كانت نتيجة حلوة وكنت كثير مرتاحة مع الكل داليدا خليل احنا كثير مشتاقين لك انا دايما عم نشوفك على التلفزيون ما عم نهضر في سينما قريبة ان شاء الله 29 الشهر الأفان بريمير و 30 الشهر 29 الشهر يعني هلا وقت بس الحلقة رح تكون أفان بريمير بنفس الوقت هلا قالوا لي جوا 30 الشهر بنكون بكل صالات لبنان وإن شاء الله مثل ما عرفت إنه رح نروح على أستراليا على كندا أمريكا مثل ما هيك هذا خبر حلو واللي ما رح يحضرك بالتي في عم يحضرك على التي في يعني ما مش رح يكون كثير في فرق يعني يا سيني يا تي في كل العالم عم تشوفك بليلتها يعني شو اسمه الفيلم؟ حلو كثير كذابة صراحة أنا ما بقيت الاسم وغنوا جادة 4000 ريما نجارك بصراحة أول ما شفتك على التي في فكرت إنه just another pretty face يلا بنت حلوة كمان بدها تمثل بس بعد ما حضرت لك كذا بروجرام عن جد برهنتي انه بتمثلي كثير منيح واكيد بدي لك لايك شنو كرم بفتكر بالتمثيل فيه كذب كثير بكون صادق بكون صادقه بالكاركتر اللي عم تعمليه بس عم تكذبي لانه ما انه كاركترك الاصلي انت بفتكر الحلو فيه هو بتحطيه بالحياه وبالشغل تبعك ما بتفصل بيناتهم بدي خبرك شيء انا بعتقد نجاح هيدا البروجرام قد في نسبه من العالم بتكذب ودائما بقول نحن لنجحنا هو اسمه حلو وكذابه بس العالم كلها بتكذب ان فات يعني هيدا الشيء خليهم يقتنعوا فينا اكثر كاركتر بكذب حالهم هو حالهم بكذب الواحد ما حدا صادق 100% والكذاب بيقول لك انه انا ما بكذب مزبوط بس قد ما نحن نكذب ما فينا الا ما نقول الحقيقه انك فعلا فتاة حلوه كثير وكذابه انا وداليدا ولا كثير متنافس وعلنا يعني خصوصي مش بالتمثيل بالسبور كنا نعمل سبور زيت محل كنا نتنافس مين بيعمل ابدو اكثر من الثاني لازم باقي كثير ومين اللي بيعمل سبور هلا خلي دمين شمام سبور هلا زوج حرب من الاخر يعني شو بدي اقول مزبوط شكلا نون بارلون با شو ما قلت بدي اكون اي الاقل منكم بس هي زيادة عن اللي قلتي انه مش بس هي حدا عرفت عليها وقيتها انه بتمثل منيح مش just a pretty face هي حدا مهضوم يعني انا هلا تعرفت عليها لداليدا والشكل هي حدا مهضوم والكاركتر قريب للقلب مشان هيك بتنحبي ومشان هيك ضبط ولا دكادة داليدا هيدا اكيد مني حلوة كتير وكذابة ليكي ولاد الشمال بيعموا بعضهم اصلا ما بتعرف عليهم بس انا من زحلة داليدا خليل فوز فعلي بالكاست عايشين على كيفون فعلا كنت من الضيوف يلي اكثر شيء هيك زرع الفرحه والبسمه على وجوهنا خلال الانترفيو وكانت انترفيو فعلا حلوه كثير واخذت ردود فعل ايجابيه كثير انا بدي اطلب منك بركي تضلك دائما على عفويتك قد ما تقدمت بالعمر وقد ما كمان تقدمت بالانجازات ضلك دائما طبيعيه وعلى عفويتك مثل ما كنت معنا بالانترفيو من الاخر ليدا خليل رح تحتفظي فيه؟ ايه ضروري شكرا بدي اعرضها بقوة النوم عفوا بتوجه تحية كثير
كبيرة نسيت وجهها من بداية الحلقة لفادي بصبوس يلي هو كان ورا هالتروفيات من رشانها اجوا خصيصا لمن الاخير. فادي بصبوس تحية كتير كبيرة لك وشكرا كتير لك على كل التروفيات. وانا بتار هو شخصيا يعملها وانا بتار بلكن كمان thumbs up. Thank you. وهول الاثنين منا لك بريك تالي تتابع حلقتنا بعد في فقرات عديدة واكيد الاحتفالات بالحلقة المية. بريك ومنرجع.